شو حصل الانفجار في المطعم السوري ده؟ انابيب انفجرت بوظ المحلات والعربيات، الخسائر في المحلات، انما ما فيش ارواح الحمد لله ولا اصابات. اصابات نهائي، لان حصل 8:30 الصبح وما كانش في حد في الشارع اصلا، ما فيش سوبر ماركت ده اللي كان فاتح، بس الازازه اتكسر في بيوت، الواجهه بتاعت البيت ده وقعت، اليوفه بتاعت المحلات خلاص، عربيات الازاز بتاعهم اتكسر. هو انفجار الصبح، انا قاعد من باب المحل، انفجار مره واحده حصل، طبعا تراب وغيره ما كناش شايفين حاجه. ايه سببه بقى؟ الله اعلم، لسه مش عارفين. دجاجة اتكسرت، يافطة، بضاعة، كل ده خسائر. كذا محل، مش محل واحد، انا شايف كام محل. مفيش يا عم هيسه، محلات كتير متضررة. انا عربيتي اتدمرت، هي مركونة بالعرض، لقيتها لولا ان في عمود صدها، لولا ان ما ايه كانت دخلت على البيت جوه، الشقة كلها اتكسرت من شدة الانفجار. احنا اتنطرنا من على السراير، زائد الازاز ده لقيناه فوق دماغنا،